دخل قرار تطبيق المرحلة الثانية من لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت، حيث شمل القرار تغيير مواصفات وخصائص منتجات سفرة المائدة البلاستيكية لتكون قابلة للتحلل وصديقة للبيئة، سعيا للحد من التلوث البلاستيكي وتداعياته السلبية على البيئة. التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف. انطلاقا من مبدأ المسؤولية الوطنية للمحافظة على بيئة نظيفة وخالية من التلوث، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتطبيق المرحلة الثانية من لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وتخفيف الأثر الذي تحتوي عليه الأكياس البلاستيكية العادية، حيث استخدمت المملكة التقدم التكنولوجي والصناعي في هذا المصنع لتقدم منتوجات قابلة للتحلل وآمنة أكثر وغير ضارة بصحة الإنسان والحياة الفطرية. طبعا من خلال تلفزيون البحرين أودي أطمن المواطنين والمقيمين أن المنتجات البلاستيكية بتتوفر بنفس السعر وبنفس التكلفة، اللهم الفرق بس أن المنتجات البلاستيكية الجديدة قابلة للتحلل، فيها خاصية إضافية تخلي المنتج قابل للتحلل، والمستهلك في البحرين يقدر يميز هالمنتجات من خلال ملصق موجود على المنتج البلاستيكي مكتوب فيه أن هالمنتج قابل للتحلل. طبعا من اليوم إن شاء الله بنمدي المرحلة الثانية من هالمشروع وبنغطي فيها منتجات السفرة البلاستيكية أنها تكون بعد قابلة للتحلل في تغيير مواصفاتها، وهي طبعا خطوة جدا كبيرة حق البحرين في مجال الحفاظ على البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية من تأثير السيء حق المنتجات البلاستيكية. هذه الآلات تصنع العديد من الأكياس ومنها سفر المائدة والتي تحلل سريعا ولا تترك أي بقايا خطرة أو مضرة للبيئة، كما أنها تتحلل تحت أشعة الشمس وفي البر وفي البحر دون تأثر على الحياة الفطرية، ناهيك عن إعادة تدويرها إذا لم ينتهي عمرها المحدد. شركة المنامل التغليف من أقدم وأهم شركات تصنيع التغليف والصناعات البلاستيكية في مملكة البحرين. تم إنشاء الشركة في عام 1996، والحمد لله الآن إحنا أكبر مصنع ومحول للبلاستيك في مملكة البحرين، ومن مملكة البحرين نصدر إلى حوالي 30 دولة في العالم، سواء كانت في أفريقيا أو في آسيا أو حتى أوروبا. ولله الحمد نصنع مثلا أكياس بلاستيكية، نصنع تغليف المواد الغذائية، ونصنع كذلك الأفلام البلاستيكية أو الرولات البلاستيكية اللي تستخدم مثلا للمواد العازلة أو الاستخدامات أخرى، مثلا ممكن تكون حتى الاستخدامات الطبية. بالنسبة للأكياس البلاستيكية أو السفرة، الفرق الوحيد بيكون فرق تقني بالنسبة لنا إحنا كمصنعين، الوصفة أو التركيبة للمواد البلاستيكية اللي نضعها راح تختلف بشكل بسيط حتى تكون وصفة صديقة للبيئة ويكون الكيس قابل للتحلل وما يكون له أثر سلبي على البيئة إن شاء الله. بصمة عالمية وضعتها مملكة البحرين في قضائها على الأكياس التي لا تتحلل وتؤثر بالحياة الفطرية، فانفردت في حفاظها على البيئة ناهيك عن اكتساحها المراتب الأولى في خلق البدائل المثلى للتقلب على الأكياس العادية، فقد تم توفير الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة ومنها سفر المائدة الآمنة في جميع الأسواق بشكل كاف ليستخدمها المستهلك دون إحساسه بأي فروقات تذكر. سفرة صديقة للبيئة تصنع في هذا المصنع، حيث تقوم مملكة البحرين بتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل مراعين بذلك كافة الشروط والضوابط العالمية في تصنيعها لضمان سلامة المستخدمين وعدم تلوث البيئة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.